السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد حضر كورس مركز معتمد مركز أوتوديسك فمن حقه إن هو يحصل على شهادة حضور. شهادة الحضور دي بتطلع من موقع أوتوديسك، وعشان يضمن جودة المحاضر وجودة المركز فهو بيخلي الطالب هو نفسه اللي يدخل ويسجل المعلومات بتاعته ويعمل زي استبيان بسيط عشان الشهادة تطلع له. فأنت بتدخل على جوجل وتكتب إدوكيشن أوتوديسك، فالموقع بيطلع اسمه إدوكيشن .autodesk.com. بتدخل على الموقع فهو بيقول لك ساين ان، يعني ابدا اكتب المعلومات بتاعتك، ابدا اكتب الباسورد وكيب مي ساين ان. طبعا كل الشهادات بتبقى بنفس الايميل، بلاش تشتت كذا ايميل لان في مواقع كتير بعد كده انت بتقدر تاخد الشهادات دي ترفعها لموقع تانية، فعشان ما يحصلش تشتت تخلي في ايميل محدد للكورسات والشهادات والحاجات دي. طيب بدل لوج ان دي اكتب ريجستر، تمام. ولو انت عندك حساب هتعمل لوج ان، لو انت عندك نسيت الاكونت تعمل فورجت اكونت، لو انت عندك حساب للطلبه هتدخل ساين ان ستودنت بيش. طيب هو دخلك هو على الريجستر، فبتبدا تكتب الاسم بتاعك والايميل بتاعك، طبعا يكون ايميل مش موجود قبل كده. هكتب مثلا تمام، وبيقول لك اكتبه ثاني، بيقول لي ان هو موجود. ابدا اكتب الباسورد، وهقول له الدوله اللي انا فيها واللغه بتاعتك، فبيديني الاتفاقيه، فبقول له ريجستر. بيقول لك انت عايز ان احنا نبعت لك ايميلات نقول لك ان في حاجه خاصه بالتريننج او في سيرفي مثلا، في ان انت خلصت كورس او كده، فبقول له اوكي. فبيقول لي توتال الشهادات اللي معاك كذا، الفينش كورس انت خلصته قد كده، النكست كورس قد كذا. طيب هقول له عايز اضيف كورس، تمام. الكورسات ممكن تعمل سيرش على الكورسات، تمام. لو انت معاك اي دي ماي كورسز تقدر تشوف الماي كورسز، نكست كورسز، فينش كورسز. فانا هروح لسيرش كورس وابدا اكتب الاي دي اللي المحاضر او المركز بعتولي، فبيقول لي المعلومات الخاصه بالكورس دوت، ده اسم الكورس، ده اسم المحاضر، ده التاريخ بدا امتى، كان بيشرحوا برنامج ايه، الكام ساعه، مستوى الكورس ايه. لو انت فعلا هو ده الكورس اللي انت عايزه بتقول له دخلنا في قلب الكورس دوت، تمام. طبعا بيروح للمحاضر وبيروح للمركز ان في حد بيقول ان هو حضر الكورس دوت، فبيعمل له ابروفال، يعني بتستنى شويه يطلع لك ابروفال، او هو ممكن يكون عمل ابروفال اوتوماتيك قبليها. طيب بيقول لي في حاجه عندك ناقصه، مش هتطلع لك شهاده غير لما تعملها اللي هي السيرفي، فبقول له افتح لي السيرفي. فبيفتح لك سيرفي بسيط بتقول رايك بكل صراحه، انت راضي عن الكورس مثلا، تمام. لو في حاجه انت مش راضي فيها ادي رايك بصراحه، تمام. هم عاملين السيرفي دوت بعيد عن المحاضر وبعيد عن المركز بحيث انهم يعرفوا التقييم. ممكن في حاجه مضايقاك الافضل ان انت تكتبها، تمام. طيب بيقول لك انت بتوصف نفسك بايه، اكسبيرينس، انت خبرتك قد ايه. طبعا انا بقى اكتر من كام سنه، اكتر من 15 سنه تقريبا. بيقول لك انت يعني الشهادات ديت شايف انها هتتعلمها واستفيدها، اوكي. المعلومات العامه بقى، اي ليرن يو، انت انا اتعلمت حاجه جديده، اكتسبت مهارات جديده، تبدا تعمل الاستبيان. انت موجود في انت اركتكتشر، نيكست، تكتب كومنت. يبقى انت كده خلصت الاستبيان، تمام. ناقص بس يحصل لك موافقه، اول ما تجيلك موافقه هتجيلك هنا داونلود للشهاده، هيبقى عندك الشهادات، هتبقى عندك الشهاده موجوده. هيقول لك فينش كورس، يعني الحاجه الوحيده اللي ناقصاني ان المركز يوافق عليها، هتجيلك هنا داونلود، تروح محمل الشهاده.